السلام حبوباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. اليوم انا متواجده في عين تياف مدينه الدار البيضاء، فحبيت بانيني نخرجكم معايا هاد الخرجه فيما مشيت انتم معايا وفيما درتوا انتم معايا. شو تبارك الله الاجواء ديال النهار، تبارك الله كيف ما كتشوفوا. ومدينه الدار البيضاء لا تخفى عليكم، فهي مدينه تبارك الله غزاله وكبيره وما شاء الله عامره بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال المرافق العموميه وبزاف المرافق ديال الاطفال، كلشي موجود وكلشي كاين. اليوم ها انتم معايا فيما مشيت غنديكم معايا، مرحبا بكم. السلام عليكم، دابا نتلاقاو بعد فاصل في اي بلاصه انا مشيت لها انتم معايا. يا البنات اليوم بصراحه انا اللي كنت نقول معايا ولكن ما كاينش ماما. باتو ها شري باتو ليه ماما. اليوم الحد عين دياب عامرة. شوفوا يا البنات، شوفوا البحر شنو غزال. شكون اللي كيعجبو البحر؟ وليا كلشي كيعجبو البحر. البحر يعطيك المتنفس الوحيد، تكون ضيقة هذيك طالع لك الدم وتمشي تكسي قدام البحر بحال لا ما عرفت مشيتي قدام الطبيب النفساني. غزال غزال، ويلي على بني ادم عندك اول البنات عندك تكون شي وحده عندها شي مشكل وتمشي تقول لك نشكي على صاحبتي ولا راه لا يوجد الصحابات، صحابتك هي امك وجيبك، ما كاينينش الصحابات البنات. شكيو على البحر ولا شكيو على شي حجره هاو جلسوا حدا عاودوا لها منكم كاملين ونوضوا وخليوها، هذيك هي المشتكي الوحيد. كذب عليكم كذاب، بتجربه مني انا لا توجد صحابات. هيدا يا البنات دابا جايبه غنمشيو للكي اف سي باش نتغداو، وهاد كي اف سي البنات عندي فيه واحد ذكرى من تقريبا من 10 سنوات. هادي هي البلاصه الاولى اللي كنا جينا ليها انا وراجلي من بعد ما درنا العرس، كنا جينا هنايا عندي لها واحد ذكرى هنايا. خديجة اجو تاكلوا معانا. خديت ولدي طبعا الكيتس ديال الاطفال، خديت انا هاد الوجبات هادو. مايا مرحبا بكم، جيو اجو تاكلوا معانا، الدنيا راه عامره تما. انتما دابا عارفين سالينا دابا من كاسي، شوفوا الدنيا راه عامره فيها غزاله، الدنيا ديما عامره. ودايرين اليوم هنا واحد، دايرين اليوم واحد ليكلون هنايا الدراري الصغار هنايا في هذا اليوم الحد اللي كيبغي يخرج وليداته وهذاك الشيء. ومن بعد غادي نمشيو نقصو فواحد القهوه وخليكم معايا باش تمشيو معايا القهوه ونشوفو. المهم كيف ما كداز نهاري غادي نتوما معايا فيه، فيما مشيت نتوما معايا فيه. يلا نتوما يا البنات اللي عندو شي وليد، شوف اش داير لي مخرج ليه العقل. راني خرج اليوم هو ولدي قال لك والو، بغيت نركب العود، الحاجة الوحيدة اللي كيحمق عليها ولدي هي العود. فيما مشيت راكبين، فيما مشيت فيما يشوف شي عود خصو يركب فيه. الله يا البنات على الجمال ديال البحر، غزال 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 غزال، اش حيتكم فيه؟ علاء
عندي على هذا الشيء. حبوباتي هذا هو نهاية الفيديو. دابا ساليت ومشيت نشرب واحد القهوة ودابا غادي نرجعو باش غادي نمشيو للدار. المهم كانت خرجة زوينة وغزالة ما شحيتكم فيها يا البنات، وصراحة استمتعت بها مع عائلتي ومع أحبابي وصحابي، ونتلاقاو ان شاء الله عاوتاني في فلوق اخر او في فيديو اخر ان شاء الله، او في خريجه اخرى محل ديالنا في كازا. نخرجكم ونساريكم معايا فيما مشيت، وان شاء الله غادي نمشي لمروكو مول وغادي نمشي لانفا بليز، وضروري ما نديكم معايا البنات باش نشوفوا التخفيضات اللي كاينه غادي يكونوا في مروه واش ام وزارا بزاف ديال لي مارك. المهم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر البنات، وخليت لكم الراحه وبسلامه.